السوسته مفتوحه يا عم، السوسته مفتوحه، خلي بالك السوسته مفتوحه. الراجل كان هيتجنن، الناس قاعدين كل شويه يقولوا له السوسته مفتوحه، السوسته مفتوحه، السوسته في ايه؟ ده كان راجل في سوبر ماركت، وكان لابس لبس بقى انيق جدا، يعني بدله شيك جدا وجزمه بتلمع وساعه محترمه جدا، لكن كان عنده مشكله واحده، ان سوسته البنطلون مفتوحه. طبعا هو استغرب لما لقى الناس وهو مش كده بتبص على السوسته، احرج طبعا جدا، مسك السوسته وبيرفعها، اتكسرت في ايده بقى في ورطه بقى. طب هيعمل ايه وهو ماشي يلاقي الناس برضو بتبص على السوسته؟ كان هيتجنن. يا جماعه في ايه؟ بصوا على القميص، بصوا على الزرار بتاع الجاكيت، بص على الساعه، بص على الجزمه، بص على الشعر، بص على اي حاجه، انت ليه جاي على السوسته تبص عليها؟ الناس مفيش فايده، ما عندهاش غير كلمه واحده، السوسته مفتوحه. مفيش حد بيقول القميص جميل، مفيش حد بيقول الساعه حلوه، انتوا كده على طول بتبصوا على السلبيات. السوسته مفتوحه، مهما تقعد تتنطط، مهما تتشقلب، السوسته مفتوحه. احيانا سلبيه واحده تدمر لك كل الايجابيات. يعني انت مثلا لو جه عامل بيدهن لك الحيطه البيضه اللي عندك، وبعدين هو بيسلمك لقيت بقعه سودا فيها، اول حاجه هتقولها له ايه يا عم الحيطه المتوسخه دي؟ هيقول لك متوسخه ايه؟ بص على الجانب المشرق، بص على المساحه البيضه الكبيره، انت ليه جاي على النقطه السودا دي؟ هتقول له لا، السوسته مفتوحه، الحيطه باظت. غريبه جدا، مع ان الايجابيات اكتر، ملهاش دعوه، مش ايجابيات وسلبيات هنا، سلبيه واحده تبوظ لك الحيطه دي كلها. لما يجي ميكانيكي بيصلح لك العربيه وبيظبطها لك كلها، المرايات جميله جدا والكراسي بقت متظبطه والكاوتشات والعجل وكل حاجه، بس الموتور مش شغال، هيقول لك بص على الجانب المشرق. جانب مشرق ايه؟ العربيه ما بتمشيش. برضو السوسته مفتوحه، مفيش فايده. بعض السلبيات بتقتل الايجابيات تماما، دي مش غلطه ناس، دي طبيعه الانسان، طبيعه البشر. في حاجات يمكن فعلا ان احنا نقول لا، نشوف الايجابيات اكتر والسلبيات اقل وخلاص، والامور بتمشي فعلا كده، وكلنا فينا اخطاء وسلبيات، وفي سلبيات لا يمكن مغفرتها لانها بتدمر لك الصوره كلها، بتدمر لك الحاجه كلها اللي انت بتعملها. عشان كده لما الواحد يجي يراجع نفسه او يراجع حياته، ما يقعدش يقول ايه ده انا السلبيات عندي قليله، ليه الناس بتبص دايما لسلبياتي؟ احتمال كبير تكون انت عندك نوع من السلبيات القاتله، السلبيات اللي تدمر الشخصيه، السلبيات اللي تخليك انت نفسك متوتر من غير ما حتى ما تحس، زي الراجل اللي هو كانت السوسته عنده مفتوحه. هو مشكلته مش مع الناس بس، مشكلته هو نفسه مش راضي عن لبسه، مش راضي عن ان لبسه باظ بسبب غلطه صغيره زي كده. فمهم نراعي عندنا حاجات كتيره كويسه، ليه الناس بتبص على غلطاتنا الصغيره؟ لانها مدمره المشهد كله حتى لو انت مش حاسس. زي انا دلوقتي اكيد انتوا قاعدين تبصوا ايه السوسته دي، مبوظ الحلقه. عشان كده دايما الحل في الحاجات دي لا، الواحد يظبط هدومه كويس، يقفل كده السوسته وخلاص، والا الناس هتقول لك الحلقه دي بعنوان السوسته مفتوحه.